الاماراتي بملازمه اول بالفرقه الجهويه للشرطه البلديه بسوسه في اطار التصدي لكل خلال بالامن العام وبالصحه العامه، وخلال معلومات وردت لدينا بوجود تخزين مواد غذائيه معنا المداعمه بالمخزن المذكور، معمل معد لصنع وتعليب المعجون والمصبرات السردينه. تم في السابق الرقابه عاديه للمعمل هذا لان صاحب المعمل امتنع عن فتح المخزن للقيام بالرقابه. كيف تعاودت نفس العمليه اليوم الرقابه العاديه، كيف عاود نفس السلوك السابق. تم التنسيق مع النيابة العمومية بالاشتراك مع السيد رئيس مركز سوسة الجنوبي بصفته مرجع النظر. أذنت النيابة العمومية بمداهمة المحل. أثناء المداهمة تفطرنا لوجود سكر مدعم، مادة مدعمة تمثل في السكر، قدرة الكمية مبدئيا بثلاثة طران ونص. وأثناء مواصلة الرقابة بالتنسيق مع مصالح حفظ الصحة والإدارة الجهوية للتجارة، تم كيف ضبط زيت مدعم، كيف الزيت المدعم استعمل فيه في مواد صناعية اللي في المواطن العادي ماهوش مفقود الزيت المدعم. تم كيف الإذن بحجزه، كيف معلبات متاع معجون ومصبرات منتهية الصلاحية باش يتم حجزها والتنسيق مع النيابة العمومية في استكمال الإجراءات القانونية مع صاحب المصنع هذا ومتابعته. هذا كان عمل يومي بالنسبة لنا احنا، التفطن ونحن استهمنا صحة المواطن وتزويد السوق. بالنسبة لنا احنا عملية كما هذه تجي احتكار كبير ب 5000 لتر زيت تقريبا ولا 3 طران ونص سود، تزود السوق بصفة كبيرة. مبدئيا بالتنسيق مع النيابة العمومية ومع الإدارة الجهوية للتجارة اللي هي بصفتها مباشرة هي متعهدة بالموضوع. إجراء العدلي من بعد تو يجي بار لا سويت، وإذا كان لا غايب تماما على الوضع، حتى حل عديد الاتصالات ما حضرش حصيل، واحنا امورنا قانونيه. كيف تصدينا للظاهره هذه نتاع الاحتكار، وباش نكملوا معها اجراءاتنا كما الناس الكل ناخذوهم مواطن على اساس مخالف. بالنسبه احنا ما عندناش مع اجراءات انه تعمد ما يحلش الباب، هذه ثم امور قانونيه باش تحمل مسؤوليتها.